لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مجلس الإدارة فعليا محمود وحيد وقع للنادي الأهلي، الأهلي بنسبة 90% توصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي المقصة لانتقال محمود وحيد بنسبة 90%. أقولها لكم كمان وقولوا لي الموضوع دوت، إن صبري رحيل ضمن صفقة محمود وحيد، صبري رحيل ضمن الصفقة بتاع محمود وحيد، الأهلي وصل لاتفاق نهائي خلاص مع مسؤولي المقصة على انتقال محمود وحيد للنادي الأهلي. بشوفها إن هي دي تاني صفقة بعد علي غزال. علي غزال لازلت مصر إن علي غزال من اللعيبة اللي هي الأهلي نجح إن ياخدها خلاص ونجح إنه يحصل على توقيعها. علي غزال في يناير المقبل، علي غزال في يناير المقبل في النادي الأهلي. تاني صفقة للنادي الأهلي في يناير من وجهة نظري ومعلومة مؤكدة 100% هي محمود وحيد. محمود وحيد، أنا عايز أعرف، عايزكم تشاركوني برضو، الناس اللي بتسمعني يا ريت تشاركني، قولوا لي أنتوا عايزين حابين تعرفوا إيه عن الصفقات، حابين تعرفوا إيه في الصفقات، حابين تشوفوا إن الأهلي بيفوض مين بيعمل مين، أي حاجة حابين تعرفوها اسألوني عليها وأنا هجاوب على كل كومنتاتكم إن شاء الله بإذن الله. تعالوا نتكلم بقى، انا كلمتكم المره اللي فاتت لو انتوا فاكرين كويس، انا قلت لكم ان في 5 صفقات الاهلي بيكلمهم، قلت لكم ان في احمد الصالح، قلت لكم ان في علي غزال، ان في محمود متولي، ان في محمد محمود، ان في طاهر محمد طاهر، وقلت لكم ان في مفاوضات مع محمود وحيد. محمود وحيد خلص خلاص الموضوع منتهي. احمد الصالح عشان ناس كتير بتسال عليه، حاضر هجاوبكم على احمد الصالح وهقول لكم رأيي بإيجاز كده في محمود وحيد عشان ناس كتير مش متابعه وبتحكم عليه من غير ما تتابعه. محمود أحمد الصالح وقع رغبات للنادي الأهلي، أحمد الصالح وقع لمدة 3 سنوات على عقود فاضية لمدة 3 سنوات. بس هل الأهلي نجح إنه يخلص أحمد الصالح من نادي الأهلي اللبناني لحد دلوقتي؟ لا. أحمد الصالح قريب جدا من النادي الأهلي؟ أيوه. امتى الاهلي ممكن يجيب احمد الصالح؟ وهفكركم بكلامي، لو جاب لو ما جابش محمود وحيد، لو ما فيهاش محمود وحيد فيها بنسبه 90% احمد الصالح. في احمد الصالح، في محمود وحيد بنسبه كبيره جدا ما فيش احمد الصالح. هو ترتيب مجلس الاداره ان محمود وحيد هيجي قبل احمد الصالح لفرق السن، وان ده معروف وان ده بالنسبه لهم عارفين مستواه فينا على مستوى الحقيقي. يبقى قلنا كده موضوع احمد الصالح، يبقى احمد الصالح مخلص مع الاهلي، مخلص الاهلي خلص مع العهد، ده ما حصلش. تعالوا نتكلم على رحيل كولوبالي برضو، لاني ناس كتير بتكلمني، انا متابع على فكره كومنتاتكم كلها اهيت وبحاول ان انا اخد منها حاجات واتكلم. رحيل كولوبالي، الاهلي استقر على رحيل كولوبالي، الاهلي استقر. انا كتبتها عندي على الصفحه من حوالي اسبوعين او ثلاثه، قلت ان خلاص كولوبالي الاهلي بيفكر بجديه جدا انه يتنازل عنه في يناير المقبل. هتقول لي ليه ايده في القائمه الافريقيه؟ اقول لك ده طبيعي، الاهلي عنده ماتشين في دور ال 32 كمان اسبوعين تقريبا، فاوريدي يتسجل طبعا لاني لحد الصفقات، بس في استبدال طبعا وفي حاجات ممكن تعملها. لكن كولوبالي فعلا يقترب جدا 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 مرحيل عن الاهلي في يناير. والله يا جماعه كل الكومنتات هنقراها، كل الكومنتات هقراها. حاضر حاضر. يا ريت بس طلب شخصي للناس اللي بتسمعني، يا ريت اللي بيسمعني يعمل لايك وكومنت وشير للفيديو دوت، ويدعمني بلايك وسيف فيرست للصفحه، اكون سعيد جدا جدا. والناس طبعا اللي عندي على تويتر منوريني طبعا، شكرا جدا لدعمكم ليا، وانا بصراحه مش قادر اقول لكم ايه. نكمل كلام. محمود متولي مفيش جديد، زي اخر مره كلمتكم ان الاهلي واصل لاتفاق محمود متولي، بس الاهلي بيفوض لسه الاسماعيلي. محمود متولي الناس كلها كتبت ان هو قريب من بيراميدز، وانا طلعت قلت لكم محمود متولي مش قريب من بيراميدز. محمود متولي لحد دلوقتي متمسك تمسك تام بالنادي الاهلي، تمسك تام بالنادي الاهلي. محمد محمود قلتها لكم وبقولها لكم، او حد اقصى جدا هيكون في الصيف، لكن بنسبة تعدي 90% محمد محمود هو صفقة خط الوسط للنادي الأهلي في يناير المقبل. الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في اللجنة الفنية في النادي الأهلي وكابتن سامح حفيظ، وكان برضه قبليهم كارترون، كان موصي جدا بالتعاقد مع محمد محمود، وكان مؤيد جدا للتعاقد مع محمد محمود. محمد محمود صفقة مهمة جدا على مستوى نص الملعب يا جماعة، لاعب صغير، عنده وجهة نظر، عنده رؤية في الملعب، عنده شخصية، أعتقد إنه هيفيد الأهلي كتير، بس محمد محمود زي ما قلت لكم هو صفقة نادي الأهلي في خط النص.
في كلام على اللاعب الافريقي، في كلام على اللاعب الافريقي، وهقولها لكم وركزوا معايا لان الكلام في اللاعب الافريقي ده مهم جدا. الكلام في اللاعب الافريقي ده مهم جدا، والناس اللي بتسال عن بن حلب هجاوبكم عليه في السؤال ده. الاهلي عنده خيارين في اللاعب الافريقي، خلاص كولوبالي ماشي في يناير، اصبح عنده مكان فاضي في الاربعه الافارقه اللي موجودين في الفريق. الاهلي بيفكر في الاربعه الافارقه بمنظورين. اول منظور ان انا اتعاقد مع جناح يمين المكان اللي انا عندي فيه ازمه، او جناح شمال. ده فكر. تاني فكر وهو ان انا اتعاقد مع مهاجم صندوق صريح. مين معروض هنا او مين الاهلي بيفكر فيه في المكان ده، ومين الاهلي بيفكر فيه في المكان ده؟ في لاعب في اول اغسطس اسمه جيراردو، ده جناح يمين، جناح يمين وجناح شمال وبيلعب صانع العاب. جيراردو ده الاهلي بيفاوضه، لاعب كويس، لاعب انا كنت متابعه في الكونفدراليه، لاعب وفي بطولة افريقيا اسف، لاعب ظهر بمستوى كويس، كان مستواه كويس وكان هداف وبيتحرك كتير وله رؤيه في الملعب. الاهلي بيفاوض جيراردو، والاهلي بيفاوض جيراردو كجناح. فاوض مين او بيفكر في مين في حته الصندوق؟ محمود بن حلب اتعرض، والفكر وفكره التفاوض معاه اتعرضت. الاهلي وصل لمراحل متقدمه معاه في المفاوضات، ما حصلش. الاهلي ما وصلش لمراحل متقدمه مع محمود بن حلب، بس حصل مفاوضات فعليه او حصل عرض الموضوع ان ممكن نتفاوض معاه، حصلت. عشان نبقى واضحين، جاريدو هيبقى عنده مشكله ان يسيب محمود بن حلب في الوقت ده، حتى بعد بطوله افريقيا، بطوله الكونفدراليه اسف، هيكون عنده تطلعات انه ينافس بطوله افريقيا. فصعب محمود بن حلب، ولكن الاهلي فيه عروض في اللاعب الاجنبي دي، ولكن بنسبه 90% انا شايفها، ونسبه كبيره جدا، هيكون جناح اللاعب الافريقي اللي هيجي مكان كولوبالي، مش هيكون مهاجم صندوق. نتكلم في مين تاني؟ حسين الشحات. نتكلم في الشحات دي في نقطه. بصوا يا جماعه، انا اللي زلت مصر وقلت لكم الفيديو لايف اللي فات، وبقولها لكم الفيديو لايف ده، حسين الشحات من اللعيبه اللي خلصت للنادي الاهلي ومضت فعلا. ده حصل. حسين الشحات مفيش خلاف ان هو هيموت ويلبس التيشيرت الاحمر، ده حقيقي. حسين الشحات قدم تنازلات كتير جدا جدا ان العيني يوافق انه يجي الاهلي، ده حقيقي. حسين الشحات طلب وابدى مرونه كبيره جدا ان هو يتنازل عن جزء من مستحقاته من اجل ان هو يجي النادي الاهلي، حصل. الاهلي حصل على توقيع حسين الشحات، حصل. الاهلي وصل لاتفاق نهائي مع العين الاماراتي على بيعه، ما حصلش. الاهلي كان عرض مالي على العين الاماراتي من حوالي شهر تقريبا، وكوبل بالرفض. الاهلي دخل في مفاوضات شفويه مع العين، لكن بعد عرض رسمي للعين بمبلغ معين وقيمه معينه وبتفاصيل وبنود معينه، ده ما حصلش. الاهلي نسبه ان هو يقدر يخلص حسين في يناير، انا بقول لكم النسبه لا تتعدى 60%، او ممكن نقول 50% كمان. حسين الشحات موضوع العين متمسك بيه، العين دفع فيه 3.5 مليون دولار في المقصه، ما عندوش اي مرونه واي قبول ان هو يخسر جنيه في حسين الشحات. جنيه واحد ان هو يخسره، لا، ما عندوش اي مرونه لده، ولا بيفكر ان هو يعمل ده. فانت الاهلي عشان يبدا يتكلم في حسين الشحات، اقل شيء هيبتدي عرضه نقول من 3.5 وانت طالع بقى. و3.5 ده هيكون فوقها لعيبه كمان. فحسين الشحات انا شايف ان ممكن ما تخطاش ال 50% جاي في يناير ولا لا. مين تاني حابين تعرفوا؟ مين تاني شاركوني. الناس اللي بتسمعني، في ناس بتقول لي عرفنا بنفسك. انا قلت لكم يا جماعه، انا احمد الحنفي، صحفي محب للنادي الاهلي جدا، صحفي رياضي. اتمنى انكم تتابعوني على الصفحه بتاعتي، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو لو بتدعموني وبتدعموا النادي الاهلي، وحابين ان احنا صوتنا يكمل ويفضل شغال زي ما هو. رمضان صبحي، وكتير في بيسال في رمضان، تعالوا اكلمكم في موضوع فرانكو كوم، وبعدين نتكلم بقى في المدرب. رمضان عايز نتكلم شويه في الحته بتاع اللعب. رمضان عايز يرجع النادي الاهلي او عايز يرجع مصر عموما؟ لا، رمضان حابب جدا انه يكمل في اوروبا. رمضان عنده رغبه كبيره جدا جدا ان هو يكمل في اوروبا. رمضان حابب انه يكمل في الدوري الانجليزي، مع العلم ان شايف القرار خطا جدا، لان رمضان ما بيلعبش. ده هياثر على اي، بص يا جماعه، اللاعب اللي ما بيلعبش لو مركون في برشلونه اسمه ما بيلعبش، اسمه ما عندوش حساسيه المباراه، اسمه اما بيجي حتى المنتخب بيبان قوي على رمضان ان هو بعيد عن السكواد، بعيد عن الملعب، ما عندوش حساسيه الكوره، ما عندوش حساسيه المباريات. فرمضان عايز يرجع مصر؟
لا، الاهلي عايز يجيب رمضان اعاره. الاهلي عنده رغبه فعلا انه يجيب رمضان اعاره سنه. الاهلي فاوض فريقه ان هو يجي اعاره سنه، حتى الان لم يفوض فريقه، بس يكلم رمضان في ده وفاتح رمضان في ده. ده حصل فعلا، الاهلي كلم رمضان في العوده وكلم رمضان. رمضان شايف ان الموضوع ممكن يكون صعب دلوقتي، ان انا لسه قدامي فتره في اوروبا وانا حابب ان انا اكمل، وجايز ان انا اخد فرصه والعب واسهر بشكل كويس، يكون في انتقاله اعلى باذن الله. دي دماغ رمضان، وده الموضوع بالظبط والتحديد. الاهلي فتح رمضان، لكن في مفاوضات مع النادي الانجليزي مفيش، ده ما حصلش. رمضان رغبته، رمضان حابب ان هو يكمل في اوروبا. فرانكو كوم يا جماعه، الاهلي ما فوتش فرانكو. الاهلي اتعرض عليه، او الاهلي عرض فكره، احد الناس اللي هي بترشح لعيبه للنادي الاهلي عرض فكره تعاقد مع فرانكو. مسؤولي الترجي حابين يسيبوا فرانكو، ده استحاله، استحاله من رابع المستحيلات، مش هيتساب فرانكو. صعب الموضوع، صعب جدا الاهلي ان هو عشان يخلص فرانكو. هي صفقه سوبر، مفيش اي كلام ان فرانكو من الصفقات اللي ممكن تقلب لك حال نص الملعب. الاهلي وصل اتفاق مع فرانكو، مفيش الكلام ده، مفيش، عشان ما تعشموش نفسكم بس. نكمل. مانويل جوزيه، مانويل جوزيه هل هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي؟ المعلومات اللي عندي، وهي معلومات مؤكده، ان مستر مانويل جوزيه رفض ان يتولى منصب المدير الفني للنادي الاهلي، وكان عرض عليه من قبل ورفضوا لوجود الكابتن علاء عبد الصادق، علاء صادق، وهي الكابتن علاء عبد الصادق وهو الكابتن زيزو، رفض الوجود في الاثنين دول موجودين. طبعا لما خلاص مشوا راح له الكابتن سيد عبد الحفيظ وعرض عليه امر ورغبه مجلس الاداره في توليه الاداره الفنيه للنادي الاهلي. مستر مانويل رفض ان هو يتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي، وقال انه ممكن يكون مستشار فني ويرسم الخريطه اللي تخرج النادي الاهلي من اللي هو فيه. وبالفعل تم الجلوس مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكل الصفقات التي يتحدث معها النادي الاهلي، سواء اللي جات او اللي لسه هتيجي، هي من رغبات الاداره الفنيه ورغبه ايضا مستر مانويل جوزيه، اللي عرض عليه الاسماء وقال رايه فيهم اسم اسم، فالناس تبقى فاهمه مستر مانويل جوزيه لن يكون المدير الفني للنادي الاهلي. مستر مانويل جوزيه وافق فقط على التولي ان يكون المستشار الفني للنادي الاهلي ورسم خطه انقاذ وخريطه انقاذ، واللاعبين الذي يرشحهم للنادي الاهلي واللاعبين اللي يسيبوا النادي الاهلي. وبالفعل بدات الخريطه دي تبقى موجوده، وتم عرضها من الكابتن سيد عبد الحفيظ على الكابتن محمود الخطيب في جلسة أمس، ولسه في كلام بين الكابتن الخطيب والكابتن سيد على الموافقة على تولي مانويل جوزيه أن يكون المستشار الفني، لأن كان في رغبة صادقة بأن يتولى الإدارة الفنية للنادي، لأن هم شايفين أنه هو مازال قادر على العطاء ومازال الحمد لله بألف صحة وخير. لكن مستر مانويل جوزيه عنده مشاكل، وعنده مشاكل مع، طبعا عنده مشاكل صحيه، وعنده كمان تعب زوجته، فهو ما بيقدرش يكون موجود رغم انه نقل حياته كلها الى مصر. لكن بنهي هذا الامر لجمهور النادي الاهلي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.